30 يوم وليلة على النهار المعلوم، بكالوريا 2020 هذا هو السوجي ديال اليوم. هذه من المرات القلال بزاف اللي غنطلب منك انت ولا انت اللي كتشوفوني دابا انكم تشاركوا لا فيديو مع صحابكم اللي بحالكم عندهم الباك، ويقدر هي المره الوحيده اللي غنطلب منك انك تبع الفيديو حتى الاخر حيت على قبلك ماشي على قبلي. فهاد لا فيديو كاينين بزاف ديال الراكوسي، بزاف ديال الموتباس، بزاف ديال الخطط، بزاف ديال الحيل، وبزاف بزاف ديال الموتيفاسيون اللي نتوما محتاجين ليها دابا. حلو معايا عقلكم ونبدا. اول حاجه بغيت نقول لك انت ولا انت اللي كتشوفوني دابا بلي انا حاسه بكم. هاد العام صاد الحجر المنزلي، كورونا، تواريخ ديال الامتحانات اللي تحت ما كنعرفها عاد تحددات، اي فينالمون الباك الامتحان الوطني الموحد من دابا شهر، يعني جينيتيكمون ناتوريلمون هيومنمون من حقكم تكون متالفين. قبل كل شيء اول حاجه بغينا نديروها واول ايطاب بغينا نبداو بها هي نقادو لي فونداسيون ونريغليو العام النفسي. علميا التوتر والتلفه والخلعه هو اضطراب نفسي مؤقت. واخا شنو هو السبب ديال هاد الاحاسيس في هاد لوكا؟ غادي تقول لي راه عندي الباك، عندي الامتحان الوطني الموحد. غنقول لك واخا ولكن ما قنعتينيش، علاش هاد الخلعه كامله؟ غادي تقول لي راه الا لا هذا راه الباك الامتحان الوطني الموحد، راه الا ما نجحتش فيه راه ما كانت ايش المرحله الجايه. غنقول لك واخا واش ما عمرك دوزتي شي امتحان اشهادي؟ غتلقى راسك بلي فعلا فيك دوزتي امتحانات اشهاديه جوج ماشي غير واحد. دونك علاش هاد الخلعه كامله؟ 80% من الخلعه والتلفه اللي كتكون كدور على الباك كتكون بسبب كثره الهضره الزايده عليه. ناري راه عندك الباك هاد العام، جمع راسك راه مبقى ليك والو، راه 30 يوم اللي بقات، ترى عندك الباك عرفتي شنو هو الباك؟ راه البوليس يكونوا في الثانويه داك النهار، ترى داكشي في شكل الباك امتحان اشهادي هادي جدا. هادي ماشي هضرتي تنقولها باش نبرد عليك ولا باش نصغر زياده على اللزوم المساله في اخرك. اكاديميا وتربويا دفاتر التحمل والمذكرات الوزاريه كتقول بلي هو امتحان اختبار التعلمات والحصيله التعلميه، بغا يعرفوا واش داكشي اللي عطاوك قادر تطلب منه على الاقل 50%، ماشي باش يسقطوك ويحصلوك. هو امتحان ستاندر، لا هو مسابقه ولا هو كونكور ولا هو اولمبياد، يعني لوجيكمون ناتورالمون خص ليغوي في عقلك تكون كتميل انك غادي تنجح اكثر ما انها كتميل انك غادي تسقط. غادي تقول لي واخا لا العامل النفسي احنا غادي نعاودو النظر فيه، احنا غادي نتعاملو مع الامر الا ليجير وغادي نتجاوزو الخلعه ونتجاوزو التلفه ونتبتو الارض. ومن بعد كونكريتمون دابا بطريقه ملموسه راه دروس من الاول ديال العام، شوفي شحال من ماده، كل ماده شوفي شحال فيها من درس، هادي بغات الحفاظه، هادي بغات التمارين، هادي بغات السلاسل، كيفاش غادي نديرو؟ واخا غادي نجاوب، ما غاديش نبدا لكم ديك الهضره السطحيه ديال لا خاصك تفيق بكري، خاصك تجمع راسك، خاصك تحفظ. هاد الهضره اي واحد اللي عنده الباك واللي ما عندوش يقدر ينصحك بها. انا هنا اليوم باش نعطيك دي راكورسي بلانينغ وطرق مدروسه بطريقه التجربه اللي فاتت عليها عندي انا 7 سنين، واكيد سوايا سيغ غادي تنفعكم الا مشيتو ليها. النهار فيه 24 ساعه، وانت ولا انت اللي كتشوفوا فيا دابا عندكم الباك هذا العام، علميا راه جسمكم محتاج 8 ديال السوايع باش يكون بخير. باش نجحوا محتاجين تنعسوا 8 ديال السوايع. دونك اول حاجه اول فكره بغيت نحيدوها مساله انك كانك ضميرك دائما لا ما خصناش نعس 8 ديال السوايع بزاف زيد فيا خصني نقرا، كايناش هاد الهضره. باش نجح خاصك تنعس 8 ديال السوايع، واخا حنا طرقنا هذا المسمار. الحاجه الثانيه انت كترتاح تخدم في الليل، الانتاجيه ديالك كتكون طالعه في الليل، ما تنعش في الليل، الليل خليه باش تقرا. الصباح نعس مع 11 من 11 مثلا حتى زيد 8 سوايع وشوف شحال. المهم غادي تكيف جسمك وعقلك والهرمونات ديالك والمزاج ديالك على هذا النمط الجديد في هذا الشهر، غادي تجعلو تعود على 8 ديال السوايع، غادي تروبورتا لديك المرحله اللي انا كنحس براسي هي الناس فيها حسن. هكذا خصك تفكر. شحال بقات لنا 24 ساعه؟ بقات لينا 16 ساعه، وكما اتفقنا في الاول بغينا نعطيو شي حاجه اللي كونكريت من المسواقيه. بحكم انك انسان، بحكم انك امام، دونك منطقيا راه عندك احتياجات طبيعيه اللي هي الاكل والشرب ودور المياه. هاد الانشطه هما الانشطه الاساسيه اللي انت محتاج لها في هاد المرحله، كاع الانشطه الثانويه الاخرى حنا راه اليميناهم. هاد الانشطه في المجموع ديالها في النهار شحال كاع غادي تدي لك؟ غادي تدي لك واحد ساعتين، من 16 ساعه غادي تبقى لينا 14 ساعه. على حد علمي وكان دي معلوماتي صحيحه، كما كانت الشعبه ديالك راه عدد المواد اللي كتمتحن فيها في الباك ما كيفوتش خمسه، يعني عندك 14 ساعه لخمسه المواد. 14 ساعه مقسمه على 5 تعطينا 2.0. حنا غادي نعتبروا بلي 4 ديال المواد كل وحده غادي نديروا ليها 3 ديال السوايع، وماده وحده غادي نديروا ليها ساعتين. بحال مثلا لونغلي ودوك المواد الخفاف، مثلا لونغلي راه ساعتين فايته كل نهار، واخا تكون تخدم باكالوريا كل نهار راه فايته. اذا البلانينغ ديالي هو انني كنقترح عليك كل نهار تطلع على المواد بخمسة، كل نهار تحيدهم كاملين بخمسة، كل نهار تقيسهم وتافونسي فيهم بخمسة.
علاش؟ شنو كان الحمى البراني؟ تقول لي لا انا كنرتاح في انني كل نهار نعطي كل ماده حقها ونتكايها ونحفظ وكذا وكذا، والنهار الثاني ديال الماده الاخرى وكذا وهكذا. هي حتى هذا بلانينغ وحتى هذه اسيوس كيتبعوها الناس، ولكن ثق بيا انطلاقا من تجربتي وانطلاقا من شنو كانت يتقال لنا وكيتنص تينصحونا به واللي ما كناش كناخذو 100%، هو انه خص كل نهار تطلع المواد اللي تمتحن فيها كامله. علاش؟ كتربح انك تاكتواليزا فيهم كل نهار، ما كيتنساوش عليك المعلومات ديالك اللي مثلا تكون حفظتها ديك لا سيمين وتبي ترجع ليها هاد لا سيمين، كتلقى دائما واحد ما تسمع كيضيعوا لك غير في انك خصك تعاود تفكر. والحاجه الثالثه واللي مهمه بزاف هو انك ما كتملش، ما كتعدفش ديك الماده كتقراها النهار كامل، لا كتبقى كل نهار وانت كتاكتواليزا فيها، كل نهار كتطلع ليها، كل نهار كتصدرك فيها. شوفوا مزال هذا هو احسن بلانينغ ممكن تبعوه في هاد لا بيريود. واخا دابا شحال باقي لينا على الباك؟ اجي نفترض انني حطيت لا فيديو بجمع انه انت ولا انت كتشوفوا فيا باقي لكم 33 يوم كحد اقل. علاش؟ حيت التواريخ كيبداو من لو 3 جويلي، ولكن كاينين على حسب الشعب كاينين الناس اللي تن لو 6. اجي نفترض انا لو 3 ونفترض اني بديت بجمع، دونك باقي ليا 33 يوم، باقي لكم 33 يوم. واخا بحكم ان عاوتاني انك انسان طبيعي عندك احتياجات، كتعيا كتمل كتهدف، غادي نعطيك واحد 3 ايام من 33 يوم. نهار اللي قبل الباك، هاد النهار تدار باش ما تقيس فيه حتى كتب، نهار تدار باش تفيق فيه وتدير اي حاجه من غير القرايه، تفرج تخرج تمشى تفكر اي حاجه من غير الحوايج المعقده، تكون بخير تكون اليس تحس براسك موتيفي وسولاجي، تدير اي حاجه فهاد النهار من غير القرايه سورتو با ما تقيش كتب. النهار اللي قبل هاد النهار الاخر، هاد النهار تدار باش تحط كاع الملخصات تاع كل ماده بنفس البلانينغ اللي درنا، يعني 3 سوايع كل ماده، وتراجع رؤوس الاقلام، تاخذ تكابتي الحوايج اللي تبقى عاقل عليهم بالذاكره البصريه، مهم بزاف هذا النهار. والنهار الثالث انا نسميه الجوكر، هذا نهار السوكو، ما تستعملش هذوك الاخطاء حتى تحتاج ليه. هذا النهار نخليه للطوارئ، واحد النهار اللي تفيق بلونتي فيه ما قادر تشوف حتى حاجه، ما قادر تقيس حتى حاجه، عقلك كتحس بلي لي سيلول مبلوكيين عامرين وما قادرين يسوقوا حتى معلومه جديده. لهنا فين تخرج داك لو كارطون وهاجي تعيش هذا النهار وانت مبعد على القرايه. بالحساب اللي درنا غادي تكون بقات لينا 30 يوم نادب غوت ديال القرايه، 30 يوم درنا غلاف زمني ديال 3 سوايع كل ماده، مع واحد الماده بقات ليها ساعتين كافيه، 3 سوايع في 30 يوم، غلاف زمني ديال 90 ساعه لكل ماده. واخا يكون عطيك صحيح البخاري راه غادي تحفظه، راه بزاف اصلا 90 ساعه، راه سي طرو، راه كيجمع غير الف ملي فكرت فيها، راه بزاف 90 ساعه. تخيل انت كل ساعه شحال كتقدم اكزرسيس، كل ساعه شحال شحال افونسيتي في الدرس، شحال كاع من درس عندك، او ماكسيموم تيكون 12 درس في كل ماده. غير ما بغيتيش نسيت ما دويت لكم على النهار ديال الباك، هذاك النهار الله يخليك انت ولا انت اللي كتشوفوني خصكم تفيقوا بكري لمود عالي، وتكونوا في لافيت طلبتوا من الناس اللي دايرين لكم انهم يجيو لكم واحد الفطور زوين صحي موتيفون. داك النهار تخرجوا بكري، اذكار استغفار ابتسامه، وتوجهوا الليسا ديالكم وانتوما كونفيونس اون سوا طالع للبلافون. علاش؟ حيت درتوا الاسباب كامله والامر كله لله، ماشي الكمال على الله، الامر كله لله. درتوا لي عليكم صافي لو بالون ما بقاش عندكم، اجي تدخلوا بمعنويه طالعه بالثقه في النفس طالعه، وغادي تاخذوا ديك الورقه اللي هي فيها اسئله ستوندار، ماشي باش يغرب لكم وماشي هما بغاوش يتحاولوا معكم، هما بغاو غير يشوفوا واش داكشي اللي عطاكم قادرين تردوا لهم منهم واحد النسبه، وديك الساعه كنت لاش طارت. فوالا وصلنا لفان دوطر فيديو، كنت فرحانه بزاف ملي كنوجد لو سوجي ديال اليوم، باسكو عارفه بلي كاين واحد النومبر دو بيرسون بو او نو غادي يستافدوا منه، اللي حتى انا واحد النهار كنت منهم وكنت محتاجه شي حد يأوريونتيني ويعطيني هاد الكونسونطري ديال النصائح. بوغ توت كيستيون بوغ اي طلب مساعده نيزيتي سورتو با تلقاو لو ليان ديالي في لاباغ دانفو، دخلوا كاملكم وخليو لي الاستفسارات ديالكم. اون اتوندو لا بروشين فيديو كنقول لكم تهلاو في راسكم، حظ موفق وراه كلشي جاز على خير.